بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسموع الصوت إن شاء الله؟ طيب، احنا نتحدث إن شاء الله قليل حول الهجرة، ثم نفتح المجال للأسئلة. ورا مسموع الصوت؟ جيت الشيخ وقفت قولي. يا شيخنا أنا بدي أغير النمط. كيف بدك؟ خلاص بدي أغير النمط، بدي أنزل عندهم تحت. ماشي، خلاص خلاص. بيبدأ ليس بميلاد الرسول، ومش في ذكرى البعثة، وإنما في ذكرى الهجرة. وإحنا بنعرف إنه اختيار الهجرة بالذات هذا من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، الرجل الملهم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إذا كان فينا محدثين بيكون عمر، يعني ملهم من الله سبحانه وتعالى. هو رأى أن يختار مش ميلاد الرسول ولا بداية الدعوة الإسلامية، وإنما الهجرة. لذلك في بداية كل عام هجري بتحدث الناس عن إيش؟ عن الهجرة. في بداية كل عام هجري بتحدثوا عن الهجرة، بمعنى إنه هناك معنى معين عم بيكرر على مسامع المسلمين كل عام كل عام، من أجل أن ترسخ فكرة، ويبدو لي إنها أهم فكرة في الإسلام كله، أهم فكرة في الإسلام كله. جاء الإسلام ضد الوثنية بشكل بده يعلي الفكرة في مقابلة الصنم. جاء الإسلام لهدم الصنمية وإعلاء الفكرة. ولذلك لما نفكر في حقيقة الهجرة، ما هي؟ إيش المقصود بالهجرة؟ المقصود إنه لما بتعارض عقيدتي والفكرة السامية اللي بحملها مع مصالحي، تقدم العقيدة. هذا باختصار، لما بتعارض فكرتي مع الأشياء سواء كانت هذه الأشياء البيت والدار والأهل والوظيفة والمصلحة والمتعة، في النهاية بيقدم الإنسان عقيدته. ومن هنا ممكن يكون في هجرة كل يوم، كل يوم في هجرة الإنسان المسلم في الوقت اللي بيعلي فيه فكرته في مواجهة مصالحه، فكرته في مواجهة حظوظ نفسه. لذلك هو حقيقة الهجرة تلخيص لحقيقة الإسلام. الهجرة في حقيقتها تلخيص لحقيقة الإسلام. إيش هو الإسلام؟ الإسلام عندما نزل فكرة في مواجهة الصنم، كان يعبر عن الصنم الوثن بحجر، احيانا تمر، اي شيء يرمز له بيعبر عن الشيء المحسوس في مقابلة الفكرة السامية. فكان انتصار الفكرة على الصنم والوثن. هذا الامر، هذه هي حقيقة تلخيص حقيقة الاسلام. وكل يوم ممكن يحصل مع المسلم انه تتعارض فكرته مع مصالحه، تتعارض الفكرة مع الصنم، وبيبقى في أصنام، ولكن هالأصنام تختلف صياغها من عصر لعصر. فلما تتعارض الصنمية مع التوحيد بشكل الأشياء مع الفكرة، المسلم يقدم الفكرة. هذه أول مسألة. المسألة الثانية، احنا بنعرف لما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، هو ما كان بيعرف ايش هذا، جديد عليه، الى درجة
انه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم اول من امن، لم يكن اول من امن، لانه لما عرض القضية على خديجة شو قالت؟ اني لا ارجو ان تكون نبي هذه الامة، اذا اول من امن خديجة، لانه هو مش عارف قضية نبوة ورسالة عرفته مين؟ خديجة. اني لا ارجو، لفتت انتباهه انه هذه نبوة، اذا امنت خديجة قبل ما يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه هو شيء جاي من الخارج، هذا مش اختراع بيخترعه. طيب الان كما ورد في صحيح البخاري، ذهبوا لورقة بن نوفل. الان بدي اركز على كلمات، بعض كلمات ورقة ابن نوفل. ورقة قال له: ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. اذا على فكرة يبدو انه مسألة الهجرة والاخراج من الديار كان لابد ان تكون، لانه من بداية الدعوة بيقول ورقة: ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. لذلك الرسول قال: او مخرجيهم؟ قال: نعم راح يخرجوك. لم يأتي رجل قط، لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. طبعا عاداه الناس يعني عودي. الان معناته ورقة بن نوفل هذا الرجل الحكيم، واللي نقل كلامه في صحيح البخاري، واللي نقلته عائشة، معناته اتصور انه عائشة يعني مأخذة عن الرسول في روايته لما حصل بينه وبين ورقة. فلما بذكر الرسول قصته مع ورقة وما قاله ورقة، معناته نوع من الاقرار بحكمة هذا الرجل. اذا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك او مخرجيهم. قال: لم يأتي احد، لم يأتي رجل قط، يعني كأنه قانون. ليش بوقف على قط بالذات؟ لم يأتي رجل قط يعني قانون في الانبياء كلهم. لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي، عاداه الناس. الان نفس الشيء، يعني قانون في كل الازمان انه لما العقيدة الاسلامية بتطرح نفسها شو لازم يصير؟ الا عودي، يعني قانون. لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي. اذا مسألة ان تجد هناك عداء وهناك من يحاول ان يقف امامك، هذا قانون. بس هذا القانون ابتداء هو منع انتصار الاسلام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، منع ما منعش، لكنه قانون. يبدو من خلال هذا القانون، من خلال هذه التحديات بيصنع المؤمن، يعني المسلم بيصنع. وعينا الان احنا كمسلمين، وعينا الان مش مثل وعينا قبل 15 سنة و20. احنا انفسنا من خلال المعاناة، من خلال التحديات، من خلال الاعداء اللي بوقفوا امام دعوة الحق. اذا هو قانون. فالهجرة مش مجرد مصادفة حصلت انه في اكم زعيم في مكة، يعني لو ما كانش ابو جهل وابو لهب وفلان وفلان موجودين يعني ما حصلتش القصة. لا، بتحصل. ليش؟ قانون. قانون. ورقة ابن نوفل كشف عنه، وقانون في الانبياء كلهم. طب نيجي لعصرنا الان، هذا القانون احنا بنكتشف انه موجود وضرورة من ضرورات الطريق، ولابد من اجل ان ينتصر الاسلام انه هذا يحصل. بس لاحظوا، العداء
مش جديد، قديم. العداء قديم للإسلام. انتم شايفين الإسلام يعني قاعد بتراجع؟ لا، في عوائق، في تحديات. يبدو هذه العوائق والتحديات ضرورة من ضرورات انتصار الإسلام، ضرورة من ضرورات انتصار الإسلام. طيب نشوف شوي في الوقت اللي بنعيشه الآن، أصبح واضح لجميع المسلمين في جميع بقاع العالم إنه الغرب عدو للإسلام بشكل واضح. وضوح العداء الغربي للإسلام الآن مش بالصورة اللي كان قبل 20 سنة. قبل 20 سنة وقبل 15 كنت تحتاج انك تقنع الناس يا عمي الغرب معادي للإسلام، بدك تقنعهم وتجيب لهم. وكان يحصل معنا فعلا، نحاول نثبت. الآن الناس تعرف كلها حقيقة عداء الغرب للإسلام، وانه خايف من الإسلام. بس الحقيقة انه في الاول ما كانش الامر ظاهر لاسباب، منها انه ما كناش نحن يعني من شكل خطر، يعني ما كناش مسلمين. الجماعة بدوا يشموا ريحة انه بدنا نسلم، يعني الاسلام عم بيعود. في الاول مش سائلين الجماعة. وسبق لفت الانتباه الحقيقة في مقام اخر انه معظم كتاب الغرب في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 شو كانوا يقولوا؟ الاسلام انتهى الى لا رجعة. هم لما شافوا الشعوب الاسلامية وجهلها وابتعادها عن الدين وتمسكها بالوثنيات، واضح؟ وعظمة الغرب، فتصوروا انه انتهى الاسلام. فلذلك يكاد الكتابات الغربية تجمع في اواخر القرن 19 وبداية القرن 20. الان لو بدنا نقول كالتالي، انه لو الان عم نفتح صحيفة او عدة صحف كانت في بداية هذا القرن بتحلل وكتب بتكتب عن الاسلام، سوف تجدوا انه الصورة الموجودة في هذه الكتب كلها بتعزز اشي واحد، وهو انه الاسلام يموت وانتهى الاسلام. طب افتحوا الان صحف الان عربية وفرنسية وبتكتب بالانجليزي وبتكتب بالاسباني وبتكتب بالروسي، ممكن في يومية من اليوميات مش ماخذ الاسلام فيها مساحة؟ في الان هناك كانوا يتكلموا عن وفاة الاسلام في بداية هذا القرن، بيتكلموا عن وفاة الاسلام. الان الفكرة الوحيدة اللي بتحوز على اهتمام كل الاعلام بكافة لغاته الاسلام، بصفته مات ولا بصفته حي قاعد بيقتحم. حي صاعد. لاحظتوا صورتين؟ صورة واحد بيقرأ في بداية هذا القرن، وهيكم انتم الان عايشين في نهاية هذا القرن. كانوا تصوروا انه مات، الان كل الحديث حوله، كل الحديث حوله، الى درجة انهم بيحاولوا يسخروا كل طاقاتهم الاعلامية لتشويه صورته. ليش؟ خايفين على شعوبهم بالدرجة الاولى. الاساءة لصورة الاسلام هذه مش جديدة، يعني قريش من اجل ان تقف امام الدعوة شو كانت تقول؟ ساحر. كانت تقول كذاب، شك. وابو لهب ما هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يجوا الناس على الحج على مكة يظل ماشي وراه، كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم مسك ناس هو يجي بعده يمسكهم يقول لهم هذا من اخوي وانا عارفه، ديروا بالكم هذا كذا كذا كذا، في اكثر من ابن اخوه، هذا منا انا عارف، ديروا بالكم منه. فقضية اللي بيحصل اليوم في محاولة تشويه الاسلام للوقوف في وجهه، تشويه الاسلام عند مين؟ عند الشعوب الغربية، حتى تنفر من الاسلام تماما، زي ما كان زعماء قريش بيحاولوا انه يشوهوا صورة الاسلام في نفوس
عامة الناس حتى تبقى الناس بعيدة عن الإسلام. والآن الأمر ماشي، وبيجوز كثير من الناس بكثير من الناس يعني بتحرك. ليش؟ لأنه بيجد الإعلام الغربي بشوه بدون ما يكون فيه عندنا إعلام مكافئ اللي يوضح الصورة بالشكل الصحيح. على أي حال هذا الأمر وهذا الواقع ما يجوز إطلاقا إنه يؤدي إلى يأس المسلم، لأنه نفس الصورة اللي كانت موجودة لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكة وتشويه صورته عند الناس في محاولة أن يكون هناك حواجز بين الناس والإسلام. ولكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. جديد يعني فيه فقط في هذا القرن تقريبا بدأ يبدي نوع من التسامح في مع باقي الأديان. اضطهاد الغربيين مثلا لليهودية عبر عصور لأنها يهودية، وأما موقفهم من الإسلام فعبر العصور كلها كان موقف سلبي إلى درجة إنه لما احتلوا الأندلس قاموا بإجبار المسلمين على التنصر، واللي كان يرفض كان يقتلوه، كان أمام المسلم إما بيهرب من البلد أو بيصبح نصراني أو يقتل. ما فيش شيء اسمه تسامح مع فكرة أخرى. اليوم بدأوا يتبجحوا ويقولوا اتفضلوا هاي في عندنا مساجد بدأت تفتح في أوروبا. بنقولهم المساجد اللي بتفتخروا إنها مفتوحة اليوم في القرن العشرين، طب احنا الكنائس موجودة عندنا من 1400 سنة، الكنائس عندنا من 1400 سنة في بغداد عاصمة الخلافة، وفي دمشق عاصمة الخلافة بشيك موجود، وفي مصر موجود، وفي كل بلاد المسلمين. اذا بيفتخروا بايش هم؟ بيفتخروا انه فقط في هذا القرن بدأوا يعرفوا بعض صور التسامح. والواقع انه صور التسامح الموجودة في الغرب وما يطلق الان عليه من ديمقراطيات وحريات، الملاحظ اللي بيراقب الصورة الماشية في الغرب بيلاحظ ملاحظة انه هناك تسامح مع كل الأديان، بوذي، هندوسي، يهودي، اي دين يخترع كمان في تسامح الا مع دين واحد. وفي جزء بعضكم لما يسمع انه التسامح في اوروبا وفي العالم الغربي مع الكل الا مع دين واحد شو بصير عنده؟ كان زي احباط. بس هو لازم نفهمها غير هيك. العالم الغربي اللي بتبجح في العلمانيات واللي هو بنقسم الان نقدر نقسمه قسمين، في عندنا بلد زي فرنسا، فقط فرنسا في العالم الغربي، في العالم الغربي دينها العلمانية، العلمانية في فرنسا هي الدين. اما باقي العالم الغربي كبريطانيا وألمانيا مثلا والولايات المتحدة او خلينا في اوروبا، لعلمكم هي ديمقراطيات مسيحية. في ألمانيا ديمقراطيات مسيحية، ديمقراطية مسيحية، في بريطانيا ديمقراطية مسيحية، كل أوروبا ديمقراطيات مسيحية ما عدا بلد واحد فرنسا. الديمقراطية والعلمانية هي الدين. القانون في ألمانيا والقانون في بريطانيا وكل دول أوروبا القانون ينص على أن ديمقراطيات مسيحية إلا فرنسا، العلمانية هي الدين. الآن بدنا نشوف الآن هالجانبين. لاحظوا الآن، إذن في تسامح عند الجميع، في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا تسامح مع كل الأديان، مع اليهودية الآن في هذا القرن، في حين ماضي أوروبا ماضي غير متسامح إطلاقا.
ما تسامحوش مع احد، لا مع يهودي ولا مع مسلم ولا مع غيره، ولا تسامحوا البروتستانت مع الكاثوليك، ولا الكاثوليك مع البروتستانت، ولا الارثوذكس مع الكاثوليك، وهكذا. فقط في القرن العشرين بداياته، قبل شوي، وفي هذا القرن بدأوا يفتخروا ان عندهم حريات وديمقراطيات. ويجينا قلنا لهم الان طب في مواجهة الاسلام بيقولوا هاي في مساجد. برد اكرر الفكرة، اذا بيقولونا في مساجد بنقول لهم شو تاريخها؟ اما تعالوا اسألونا كمسلمين، احنا الوحيدين في العالم اللي لو سألتوا عن كنائس في بلادنا من كلكم بيرجع تاريخها ل 1400 سنة. انتم بتفتخروا انه المساجد مبنية لها 10 سنين، وفي ايطاليا لها 5 سنين، واضح؟ الان مع ذلك خلال التطبيق الواقعي كل ما بدأوا يكشروا عن انيابهم الجماعة. فرنسا، اذا بتسمعوا الان شو موقف فرنسا؟ مين اللي اعصابه ما تحملتش اكم بنت لابسات اشاربات بس؟ فرنسا اللي العلمانية فيها دين. في بلاد ثانية على فكرة اللي الديمقراطية فيها مسيحية تقبلوا شوي الوضع، اللي فيها الديمقراطية مسيحية تقبلوا الوضع زي المانيا وبريطانيا، ما اعترضوش على الاشارة. لكن اللي عنده العلمانية دين، اللي هي البلد الوحيد الاوروبي اللي هو فرنسا، هاي ما قدرت تتحمل المسألة. وهذا دير بالكم انا اقصد الان من وراء هذا الكلام شيء. الخطوة اللي بعدها لاحظوا نشوف بعض التسامح. من فترة بسيطة لما كان عيد الاضحى، من وين انت؟ من وين انت عيد الاضحى؟ كم يوم؟ مش المسلمين في عيد الاضحى بصيروا يذبحوا الذبائح؟ شعيرة، ومش بس شعيرة دينية، وهو صحي لانه معروف تماما. اذا الان بدنا نكتشف الامراض الموجودة، اما منحلل البراز او منحلل الدم. واللي بيعرفوا في التحليل مش هيك؟ بيعرفوا انه يعني امكانية معرفة الامراض من البراز اقل منها في الدم، مش هيك؟ هاي في عندنا بيشتغلوا فيه، صح ولا لا يا شيخنا؟ كمان مرة، لما بدنا الان نحلل البراز في المختبر ونحلل الدم، انو اللي بيعطينا مؤشر على الامراض اكثر؟ الدم ولا البراز؟ كأنواع، ها؟ كم مرض انت من خلال البراز بتعطي؟ طيب والدم؟ فالدم مش هيك؟ الان فلما حتى احنا كمسلمين بنذبح هذا كشيء بخصنا في الدين وصحي، بتثور في فرنسا كل سنة في فرنسا العلمانية، ها، مش في المانيا الديمقراطية المسيحية، في فرنسا العلمانية اللي هي البلد الوحيد اللي العلمانية فيها دين، الوحيد اللي بيعتبروش المسيحية ديمقراطية، مش ديمقراطية مسيحية، واضح؟ بثوره كل سنة. ومين الواجهة الثورة؟ برجيت برضو، اللي الكبار شوي بيعرفوها، ها، لانها ختيارة تلقيت، اللي كانت ممثلة عالمية مشهورة، قال هاي ما هي في في الرفق في الحيوان بتثور. وبتقول في العيد الاخير انه هدول الناس يعني المتوحشين اللي بيذبحوا الخراف، ها، بكرة بيذبحونا. الخراف بكرة بيذبحونا. طب ما انت بتقولوا، لاحظوا الان، طب ما هو اصلا لو رجعنا للتوراة تبعتكم واللي بيؤمنوا فيها المسيحية كمان، ما انتم بتقولوا ابراهيم عليه السلام ذبح كبش، مش صعقوا بالكهرباء؟ شك هو ابراهيم عليه السلام صعقوا في الكهرباء في التوراة ولا ذبحوا ذبح؟ احنا المتوحشين معناته ولا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، شك. طب شو رأيكم الان؟ انتم بتعرفوا انه من شعائر اليهود انه مش ممكن يأكلوا اللحم الا اذا ايش؟ مذبوحة. في فرنسا يهود ولا ما فيش؟ بذبحوا ولا بذبحوش؟ بذبحوا، ما فيش اعتراض، مش متوحشين،
الذبح اهون من الصعق عادي. يعني مره قريت بحث كامل انه الذبح اهون بكثير من الصعقه. ايوه الذبح اهون، عشان هيك حلال، الصعقه حرام. والصعقه بتحافظ على الدم جوا. اهون بكثير من الذبح. وين؟ البرازيل بقول الحيوان في الدبسه بضل يضربوا فيه تيمور. ما بيعترضوش على المسابق، على شو اسمه، على مصارعه الثيران، اللي بيعترضوش عليها. هاي هذولك مش متوحشين. واليهود لما بيذبحوا في فرنسا مش متوحشين. مين؟ المسلمين. انتوا بالكم هذا الكلام شو معناه؟ لاحظوا الان وين التسامح. في بلد علماني ودينه العلمانيه. بقرأ لا مسلم ألماني اسمه مراد هوفمان، له عدة كتب الآن في السوق، يعني صرت شايف له كتابين موجوداته غير المؤلفات. هذا سفير ألمانيا في المغرب، أسلم على فكرة، سفير ألمانيا في المغرب، ولما أسلم، لما أسلم قامت ضده إيش؟ ضجة في ألمانيا. كيف هذا سفيرنا؟ اما لو كان سفيرهم يهودي، لا، لو كان سفيرهم صار ملحد ماشي، ملحد ماشي، يهودي ماشي، اسلم ضجوا. طب انت بتقولوا تسامح وحرية وحرية اعتقاد، اذا كذابين. طب شو القصة؟ ليش هذا الدين بالذات؟ ليش هذا الدين بالذات؟ لاحظوا الان الامير تشارلز الان عليه ضجة في بريطانيا. ليش؟ ضجة، بيقولوا هذا اللي بعد وفاة الملكة بده يصير ملك علينا. طب شو اللي بكيدهم؟ عارفين شو قال لهم في الاخير؟ قال لهم اسمعوا، وصار على فكرة له محاضرات كثيرة وكتابات، قال لهم لا يمكن الغرب يستطيع حل مشاكله الا بالاسلام. لازم نكون صريحين، احنا ما فيش عندنا حلول، المجتمعات الغربية نحو الهاوية، حلول ما فيش، بدكم الصحيح الاسلام اللي بيحل مشاكلكم. وثاروا ضده اميرهم اللي بده يصير ملك. انتبهتوا وين اميرهم اللي بده يصير ملك؟ ثاروا ضده. مراد هوفمان هذا الالماني شو بقول؟ شو بقول؟ لاحظوا، بدلل على التسامح الغربي طبعا بالعكس. بقول مصنع بيكون له مدخنة في حي ما، بقول لك ما بقولوش انه بشوه المنظر ولا بشوه البيئة، كأنه بينسجم مدخنة المصنع مع البيئة. قال مرات المسلمين شو عملوا؟ كانوا يشتروا بعض المصانع اللي تغلق ويعملوها مسجد، ولما بدهم يبنوا ميذنة بيصيروا يقولوا هذا بنسجمش مع المحيط ولا مع جماليات البيئة. لما كان مدخنة كان ينسجم مع البيئة. الآن لما صار مسجد بيصيروا يعترضوا، وكل واحد من جهة ومحاكم ومش محاكم. وشو بيقول هذا مراد هوفمان؟ بيقول لحظة، كألماني كان يعيش، قال لما بده يأذن الأذان بتقوم البلد كلها ممنوع. ليش؟ قال كيف بدك تأذن انت اذان وتزعج النايمين وتشوش على الناس في بيوتها؟ ما بصيرش. شو بقول مراد هوفمان هذا؟ بقول اما بوم بوم اللي هي كنغ كنغ الجراس، هاي اللي اصواتها مزعجة كثير واللي بتدك الصبح والظهر وفي الليل، هاي بتزعجش. شو اللي صار بزعج؟ الاذان. هي موسيقى تسمعها، هي موسيقى حقيقه، خصوصا اذا واحد داره قريبه، ما هو بيشبه يعني بيسبب مرض الصرع هذا الكلام اصلا اللي تسمع واحد اما يعني صوت جميل والله اكبر ومشيك وحتى بدون سماعات بزعج. هذا دليل على التسامح. فكل الأديان بتحظى بالتسامح الغربي في هذا القرن، الغرب اللي ما عمرهم عرفوا التسامح إلا دين واحد هو الإسلام. ليش؟ هو الحقيقة أنا برأى
لانه هو الحقيقة اللي بتستفزهم كلهم، هو الحقيقة اللي بيشعروا انها خطر. خطر على ايش؟ خطر على 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 عقيدتهم وعلى حضارتهم، وهم شاعرين انه هذا هو الحل، حسدا من عند انفسهم. بيحاولوا بعض الناس على فكرة يفسروا مثل هذا العداء. بعض الناس بيقولوا انه لانه في عداء تاريخي. طب يا اخي اذا في عداء تاريخي، طب ما هم مع اليهود في عداء تاريخي، مش هيك؟ مع اليهود كان في عداء تاريخي، الحروب اللي قامت بين اوروبا والمسلمين، والغربيين انفسهم بزعموا انهم بنسوا التاريخ. في بعض الناس بيقول انه من ضمن الاسباب الصورة القبيحة عن العربي حتى الان. هلقيت صورة الغربي، لا صورة العربي في الاعلام الغربي، في الاعلام الغربي، صورة العربي في الاعلام الغربي هو عبارة عن ايش؟ الرجل بيلبس الحطة والعقال والدشداش، وبيكون فاسق، يختطف النساء الشقراوات، ها، وبيحمل الدولارات في ايد والشقراوات، او بيصوروه مع بير بترول، ها، وهيك قرصان، همه الوحيد النسوان والجنس. هذا الحقيقة محاولة لإيجاد حواجز بين الشعوب الغربية والإسلام، تماما زي ما كانوا يعملوا المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هي محاولات، بس هي بتعبر كمان عن حقيقة اعتقادهم من جوا انه هذا الدين بالذات هو الوحيد اللي ممكن يكون البديل الحقيقي للحضارة المنهارة. ولذلك الزعامات المتغطرسة زي تماما زعامة قريش اللي كانت تقاوم من اجل مصالح ايضا الشعوب الغربية، هناك من يسيطر عليها ولا يريدها ان تعرف الحقيقة. وبالتالي الاعلام الغربي قد ما نحاول نحن نحسن من الصورة، هو الحقيقة فيه هناك عن سبق اصرار جهات متنفذة تريد ان تحجز الغربيين عن الاسلام. لانه لعلمكم مثلا اعطي كلام سبق قلنا، 5% من سكان الولايات المتحدة بيمتلكوا 90% من المدخول. اذا 95% من سكان الولايات المتحدة بدخولهم كم؟ 10% من المدخول. شو معنى هذا الكلام؟ انه 95% بيشتغلوا عبيد لعند 5%. وسبق قلنا انه اغنى 450 رجل في العالم بالنمط الرأسمالي السائد الان اللي اصبح فاشل، اغنى 450 رجل في العالم بيملكوا بمقدار ما يملكوا افقر مليار ونص واحد في العالم. شوف، مليار ونص انسان، افقر مليار ونص انسان في العالم بيمتلكوا كم؟ ما يمتلكوا اغنى 450 رجل. ايش هذا النظم يعني معناته الموجودة؟ لو انت ممكن يصمد مثل هذا النظام. لذلك الان الغرب بيبحث عن فلسفة جديدة اللي يفعل الناس، ولكن يبدو وصلوا لطريق مسدود. ومن هنا كانت مصارحة الامير تشارلز لما صارحهم وقال لهم ليش ما فيش منقذ الا منقذ واحد، الاسلام. الاسلام. اذا شوفوا الان كل التشويه اللي بصير هذا على فكرة تماما بذكرك في بداية الاسلام وكيف حصل. لاحظوا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ما آمن معه الا 100 رجل وامرأة وطفل، 13 سنة. مصعب بن عمير بسنة واحدة كم؟ لم يبقى بيت في المدينة الا ودخله الاسلام. الحقيقة السبب على ما يبدو فيه ممكن اكثر من سبب، لكن هذا الان بيجعلني اربط بين الماضي والحاضر، لانه اهل المدينة ناس مشركين
بينهم صراع أوس وخزرج، مشاكل دنيوية وعبادة أصنام، وبجنبهم يهود أهل كتاب بقولوا لهم إنه في نبي جاي، فبيسمعوا إنه في وحي وفي رسالات، بيسمعوا من بعيد هيك في وحي وفي رسالات، لكن واقعهم واقع مشرك، واقعهم واقع مشرك، وفي نفس الوقت بينهم حروب، حروب وصراعات، وعندهم مشاكل. لذلك بسهولة مصعب بن عمير ايش اكتسح ساحة المدينة بسنة واحدة، لم يبقى بيت الا ودخله الاسلام. ولذلك الواقع الان بعكس مكة. فكرة مكة كان في انسجام في مواقف الزعامات، بلد امن، فيش مشاكل اقتصادية، تجارته امنة في كل مكان، بشكل الجميع بتوجه لمكة، ومكة مكتسبة مكانتها من توجه العرب كلهم لهذا البيت، لذلك مصالحهم مهددة، مش محتاجين حل المشاكل. ما بسمعوش اهل الكتاب بتكلموا عن نبوات، قاوموا مقاومة عنيفة في المدينة، لا بيسمعوا من اهل الكتاب وعندهم مشاكل. لذلك فورا الان في اللحظة اللي احنا فيها، العالم الغربي سواء كان العالم اللي كان ماركسيات واشتراكيات او العلمانيات، الان غالبية الشعوب الغربية سواء كانت روسيا والدول الاشتراكية السابقة ولا اوروبا وامريكا، الغالبية العظمى من الشعوب لاحظوا عبارة عن امم ملحدة بتسمع من قساوستها انه في رب من بعيد، في رب وفي رسالة، لكن بتشبه تماما الفراغ اللي كانوا يعيشوا اهل المدينة. وهذه على فكرة فرصة ما حصلتش في التاريخ كله، انه العالم الغربي يكون بعيد، ينفصل عن النصرانية. العصور القديمة هي عصور كانت تمسك بالنصرانية. لأول مرة في تاريخ البشرية بنوجد وضع في العالم الغربي، وضع مثالي جدا لانتشار الإسلام، اللي هو ايش؟ فلسفاتهم المادية في القرن 17 والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين أبعدت الغربيين عن المسيحية. صار الغربي فاضي، فش شيء جوا يقنع بشكل أبعد، لأن ما أبعد صار بيشبه الأوس والخزرج اللي كانوا عباد أصلا بيعيشوا فراغ، بجنبهم ناس أهل الكتاب بيقولوا إنه في رسالات، في إله. لا اتصور اطلاقا انها صدفة انه في هذا العصر الان اللي بده يصبح الاسلام عالم الوجود، لما انهارت العقيدة الماركسية كانت قد خلقت اجيال ملحدة، العلمانيات الان خلقت اجيال ملحدة عام بتعم الشعوب الغربية تماما، ولكن في داخلها من يقول بوجود الرب والرسالات، فالفكرة مش غريبة كثير، بس الشعوب الغربية مش قادرة تتقبل المسيحية واليهودية كدين حقيقي بديل عن اعتقاداتهم المادية، ولكن شاعرين بوجود مشاكل. اذا صار الان الظرف مثالي، الان ما حصل في التاريخ انه كانت الامم الغربية في مثل هذه الحالة، حال انبتات عن الدين المسيحي وانتشار الالحاد والوثنيات، مع بقاء الدين المسيحي قريب، يسمعوا اجراس الكنيسة ويسمعوا وعظ الوعاظ وعندهم فكرة تماما بيشبهوا اهل المدينة، ومقاومة المؤسسات المعاصرة في
في المجتمعات الغربية تشبه مقاومة اليهود في المدينة لدعوة الإسلام ومحاولة الوقوف أمام هذه الدعوة. لذلك الحقيقة أرى أنه الآن إحنا مقدمين على أنه نشهد أنه بلد زي أوروبا وأمريكا أي ما يسمى الآن بالغرب سيشهد اتجاه نحو الإسلام هائل هائل هذا. والآن التربة جاهزة، وهذا ما يفسر العداء الملح من قبل المتسلطين على رقاب هذه الشعوب. أبو جهل ليش كان عادي؟ أبو سفيان ليش؟ أبو لهب ليش؟ لأنه كانوا بيشعروا أنه بينتهي سيطرتهم. عبد الله بن أبي بن سلول ليش؟ لأنه كان قبل مجيء رسول بشوي قاعدين بيعملوا له الخرز، بيعملوا له تاج من شان ينصبوه ملك، فجاء الرسول قبل ما ينتهي خرز ال وما تنصبش بدك اياه، يعني ما يحقدش. ها عبد الله بن ابي بن سلول موجود في كل عصر، ابو جهل في كل عصر، ابو لهب في كل عصر، المتسلطين على رقاب الناس هذول اللي بيمتلكوا البلايين وبيعرفوش شيء اسمه ملايين. الملايين هاي التعريف عندهم، الملايين بيمتلكوا البلايين وبيستخدموا الشعوب عبيد بطريقة اكثر تحضر من زمان. الشيء طبيعي انهم يحاولوا يشوشوا على صورة الاسلام، ولذلك مش راح يتوقفوا، مش راح يتوقفوا. ولكن بتذكروا انتم مصعب بن عمير اللي قال يا رسول الله اقدم الينا لم يبقى بيت في المدينة الا وقد دخله الاسلام؟ مثيله الان، مثيله الان في عصرنا هذا، الناس اللي هاجرت من هذه البلاد من البلاد العربية والاسلامية اما تبحث عن رزقها او خايفة من دكتاتوريات الجاسوسية في بلادنا فهربت للغرب، ومع الايام اخذت لغة الغرب تماما وعرفت كيف بيفكر الغرب. هدول هم الناس الامل الان، لا مش احنا. احنا الان لما عارفين الغرب الغربيين في محاربتهم إلنا شو بيعملوا؟ لما بيجوا بيصوروا صورة مشان يعطوا صورة عن الاسلام، شو بيصوروا؟ شو بيصوروا؟ اذا بدهم يصوروا المرأة بروحوا على بعض مواقع في اليمن بيصوروها وهي ايش؟ مش مبين منها شيء، او مبين عين واحدة، او مبين العينتين والمنخار والتملا. ومش بس هيك، ومش بس هيك، وهي حاطة هيك ومش مبين منها اشي، لما يمر رجال بيجيبوا صورتها في التلفزيون وهي بتيجي بتتخبى وين؟ على الصورة عبين ما مركور زلام. طب لما بتشوف المرأة الغربية هالكلام هذا، ها؟ لما بتشوف المرأة الغربية هالكلام هذا والرجل الغربي هالكلام هذا، لاحظ هي من ضمن محاولات الوقوف، بس هي الصورة الموجودة للمرأة المسلمة؟ هي الصورة؟ مش هي، مش هي. ولما بيجيبوا شيخ الشيخ الاماراتي او الشيخ السعودي، زي ما قلنا في صورة رجل جالس في البار وحوله الشقراوات وقاعد بيرمي الدولارات، بيصوروا ايش؟ انسان فاسق بيمتلك البترول وبده يسكر الحنفية عن العالم الغربي. هو اشي طبيعي هذا الكلام، اشي طبيعي انه السياسات المتغطرسة والناس المتنفذين اللي هم موجودين في كل عصر وفي كل مكان لابد ان يقاوموا ويدافعوا عن انفسهم. لكن الشعوب على فكرة مهيئة، والناس اللي هجروا لانهم اضطهدوا في دينهم وهربوا الى بلاد الغرب والغرب كان يقبلهم مشان يخفف عن كاهل جواسيسه عندنا، الان بدا يشعر الغرب انه كان مخطئ. لان هذول الناس اللي اصبحت لغتهم لغه البلاد اللي بيعيشوا فيها، طريقه تفكيرهم بيعرفوا طريقه تفكير اخرين، هم الان اللي بنعقد عليهم الامل في اسلمه الشعوب الغربيه. وهذا الامر ماشي كل يوم، وفي اوروبا مش بدخل مئات في الاسلام في مجموع اوروبا، الالاف في الاسلام
يوميا واسبوعيا في بلاد الغرب سواء كانت اوروبا او امريكا، هم الان بيشاهدوا هذا الكلام. فلما بتشوفوا انتوا ان وتيرة الصراع ارتفعت، شو بيعني هذا الكلام؟ شو بيعني هذا الكلام؟ هي نهاية الكفر، معناته انت بتشكل خطر. اصلا ما كانوش سألين عنك وانت في نظرهم متخلف ودينك لا يمكن ان يقنع احد. الان لما صرت في صورة مختلفة وقادر انك تخاطب الغربيين وشعوبهم كما قلنا بتطلب حل لمشاكلها، ادركوا انه الاسلام وهذا هو السبب الحقيقي وراء انه في تسامح مع اي دين الان الا مع الاسلام، مش لانهم بيعرفوش صورة الاسلام. لا، الصحافة اللي بتشوه ما هي اصلا بتعرفنا، بيجوا على بلادنا وبشوفوا الناس وبيحكوا مع الناس وعارفين ايش احنا، واضح. لكن يريدوا ان يوجدوا الحاجز حتى تبقى هذه الشعوب مستغلة من قبل الفئات الظالمة. وحتى ما يسمى بالديمقراطية عندهم هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن ابقاء هذه الشعوب في ضمن نمط واحد. لذلك بلد زي امريكا حزبين بس، لو بده يظهر ثالث ما له فرصة اطلاقا. يا هذا في بريطانيا بس اثنين حقيقة اللي بتداولوا قاعدين السلطة، والباقي ما له مجال. شعوب غير مخيرة، هناك فئات مسيطرة هي قلة تملك الكثير وتستعبد هذه الشعوب. ولذلك ارى ان واقعنا الان يشبه ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما حصلت الهجرة وعندما انتشر الاسلام. الواقع الموجود الان شبيه تماما. الان متى انا شخصيا الحقيقة ارى ان الامور كل يوم بتزيد تسارع في اسلام الغرب، وراح تجدوا انه في الوقت اللي شعوبنا هون بتكون اصبحت مسلمة سيكتشفوا انه الغرب سبقهم في الاسلام.